مساء الخير على حضراتكم وكل متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. اهلا وسهلا بكم وبث مباشر جديد من مدينه المحله الكبرى، وتحديدا من داخل المكتبه العامه في المحله الواحده من اعرق المنارات الثقافيه في محافظه الغربيه، والتي انشئت عام 1936 ويتخطى عمرها ال 87 عام. يمكن وما زالت هذه المكتبه تستقبل زوارها وروادها حتى الان ل يعني القراءه والاطلاع على الكتب التي تحتضنها هذه المكتبه، والتي تحتضن اكثر من 55 الف كتاب ومجلد في مختلف المجالات العلميه والثقافيه. هنتعرف اكثر من استاذ احمد البهلول مدير عام مدير المكتبه عن قصه هذه المكتبه ونشاتها وحكايه المكتبه في نشر العلم والمعرفه ويعني استقبال روادها والكتب التي تحتضنها هذه المكتبه. استاذ احمد اهلا بك على اليوم السابع ونورتنا وشرفتنا. اهلا وسهلا بكم وشرفتونا، نورتوا الدنيا كلها، واهلا وسهلا بكم شرفونا. استاذ احمد كلمنا طيب يعني حكايه المكتبه العامه في المحله وقصتها ونشاتها يعني بشكل عام المكتبه حكايتها اولا المكتبه العامه طبعا من اقدم ومن اعرق المكتبات على مستوى الوجه البحري كله، من اول مستوى مصر في حاله بتاعي كمان، ان كمان المكتبه كانت انشئت زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان المكتبه انشئت سنه 1936، يعني حوالي اكتر من حاجه و80 عام. كمان المكتبه كمان سمت كانت باسم الاول مكتبه البلديه، لانها تابعه لرئاسه مركز مدينه المحله الكبرى، فكانت باسم مكتبه البلديه. ان تطورت الموضوع تطورت الاسم اللي اصبحت المكتبه العامه بمدينه المحله الكبرى. زي ما حضرتك المكتبه العامه بتخدم مدينه المحله كلها بضواحيها بالقرى التابعه للمحله كلها، وبتخدم مختلف الاعمار من طلبه من باحثين من كل الاعمار، من اطفال او كل الاعمار موجوده في مكتبه عامه. زي ما حضرتك برضه قلت ان عدد الكتب او عدد المجلدات اللي فيها برضه عدد مش بسيط جدا، عدد حوالي 55 الف مجلد. المجلدات في كل شتى انواع المعرفه، كل المجالات المعرفه موجوده هنا. يمكن هنا كمان عندنا في كتب خاصه بكتب التاريخ، في كتب الديانه، الديانه الاسلاميه، الديانه المسيحيه، كتب خاصه بالاجتماع علم النفس وعلم الفلسفه والمنطق، عندنا كتب حتى كمان ركن خاص بالشخصيات والتراجم، ركن خاص بالاطفال. احنا يعني عاملين كمان انشأنا ركن خاص لقسم الاطفال من قصص وحكايات وحاجات خاصه بهم. عندنا وكل المجالات، عندنا كمان باللغه المكتبه كمان باللغه العربيه، او فيها قسم اللغه العربيه وفيها قسم اللغه الانجليزيه. فهي المكتبه عامه وشامله لجميع انواع المعرفه. شايفين يا فندم برضه من يعني زوار المكتبه حريصين ان هم يجوا النهارده، او يعني بشكل مش النهارده بس لان اولا المكتبه العامه كمان ان زي ما حضرتك قلت كمان ان بتأدي خدماتها كلها مجانا، ودي برضو حاجه ميزه كبيره جدا بالنسبه كمان موقعها الاستراتيجي اللي جوه داخل المدينه، ان المكتبه بتقدم خدماتها كل خدماتها مجانا. المكتبه كمان مشتركه في عدد كبير من الجرائد والمجلات والدوريات العلميه والدوريات الترفيهيه والكلام ده كله، وبرضه بتتيح للناس مجانا. فالمكتبه لها روادها اليومي، روادها من رواد القراءه في جرائد او مجلات، او من الطلبه ومن الباحثين. فزي ما قلت لحضرتك المكتبه بتقدم خدماتها مجانا للناس. وعدد ساعات المكتبه كمان، المكتبه بتفتح من 8 صباحا لغايه 8 مساء، فعدد ساعات الفتح المكتبه كبير جدا. فدي ميزه كبيره جدا بتقدمها للناس. يعني بس تخش الجوله كده استاذ احمد في الكتب، يعني شايفين الصفوف او صفوف الكتب هنا موجوده، نتكلم عن يعني ده قسم ده حضرتك قسم التاريخ، ويعتبر من الاقسام الموجوده في المكتبه، ومن الكتب التراثيه جدا زي ما حضرتك شايف في كتاب الكتب، حتى كتب تراث وكتب نسخه تعتبر نسخه اصليه او نسخه كتاب ترجع تاريخها طبعا الى عدد سنين كبيره جدا. من الاقسام برضو اللي عندنا لها قيمه كبيره جدا، وحوالي عندنا حوالي في قسم التاريخ حوالي 4500 كتاب في قسم التاريخ، ومن اقدم الاعرق الاقسام اللي موجوده عندنا في المكتبه. يعني وفق اثناء التسجيل ان في يعني بعض الاشخاص تبرعوا بمكتبات خاصه بيهم هنا، يعني دعم المكتبه دي عدد من الكتب بالمجان. يعني طبعا المكتبه بتحظى باهتمام، طبعا لان المكتبه طبعا بتحظى باهتمام تحت رعايه رئيس مجلس مدينه المحله الكبرى، وهم يعني ما بيتاخرش عن اهتمام والرعايه بالناحيه الثقافيه بمدينه المحله الكبرى، لان طبعا هي الناحيه الثقافيه مهمه جدا جدا خاصه بالشباب. وهو كمان يمكن القياده بتاعت رئيس مجلس المدينه حريصه كمان ان تبقى المكتبه
بتبقى ملمة جدا بكل أنواع المعرفة، وبتبقى قصدها كمان إن هي تبقى مجمع لاستقبال الشباب في مدينة المحلة الكبرى. زي ما قلت لك كده، حتى احنا حرصنا هو كمان حرصهم كمان ان المكتبه تبقى مجانا بدون مقابل. دي حاجه ميزه كبيره جدا ان هم برضو ان الناس تستقبل روادها كده بدون اي مقابل. عندنا كمان يعني يمكن كمان متحيز ان احنا برضو في احنا عايزين نسعى كمان لتطوير المكتبه وانشاء برضو، او في من حيث التوسعه من حيث المبنى والاساس والتجهيزات برضو تبقى اوسع من كده واكتر من كده كمان. الكلام ده كله خدمه لاهالي الشباب وشباب مدينه المحله الكبرى. انا عارف ان بالنسبه يعني استعراض الكتب، يعني في امكانيه استعراض الكتب خارج المكتبه ولا فقط داخل المكتبه؟ المكتبه بتقدم خدمات كبيره جدا، منها خدمه الاستعاره الداخليه وخدمه الاستعاره الخارجيه. غير كده كمان غير بنقدم خدمات، بنقدم خدمات زي قمنا ندوات ومحاضرات في كل المجالات او في كل الموضوعات الخاصه بالمجتمع او خاصه بكل في كل الموضوعات. بنقدم كمان، المكتبه بتقدم كمان موضوع الاستعاره الداخليه وعندنا استعاره خارجيه. يمكن الاستعاره الداخليه طبعا زي ما حضرتك شايف كده الطلبه بتبقى قاعده وتبقى وتقرا في اي مجال اللي هي عاوزاه والكلام ده كله. غير كده كمان عندنا استعاره خارجيه كمان، المكتبه بتتيح في خدمه الاستعاره الخارجيه لكتاب او كتابين في مده او فتره الاستعاره باجراءات معينه. هنا بيبقى لها اجراءات معينه كده بيبقى عندنا في الاستعاره الخارجيه. كل التوفيق لحضرتك يا استاذ احمد، ويعني احنا نشرف بيكم ومشرفينا ومنورينا والله، ويعني شرف كبير جدا بزيارتكم لينا النهارده تحت امر.